الصلاة، واحدة حاطة كحل، حاطة مكياج، نازلة فرح، فرح أختها، وبعدين جه صلاة المغرب قال لك، قالت لك أصلي المغرب قبل ما ننزل الفرح، القاعة بيبقوا في الأوتيل، وكلنا بنبقى في القصص دي. ما مدى بقى يعني حل أو حرمانية ذلك؟ طيب، هو القضية كلها إن ليس من شروط صحة الصلاة اللي هو عدم وضع الكحل مثلا أو الأصباغ اللي هي المرأة بتحطها، لكن هو ده من قضية الإيه، لما أجي أتوضأ، فلما أجي أتوضأ ما يكونش فيه حائل، حائل بين الماء وبين الأعضاء المخصوصة بتاعة تمام الوضوء، واخد بال حضرتك؟ تمام طب أنا اتوضيت والمرأة حطت الكحل، حطت اللي هي حطته الزينة بتاعتها، وجي وقت الصلاة، هل تصلي؟ أه طبعا تصلي، اي دي ملهاش علاقة أبدا على الإطلاق، وده جزء من الزينة، لاني ولذلك بعض العلماء يعني بالغ في قضيه الزينه وقال المراه التي لا تتزين، الزينه بقى قضيه الزينه بقى في الثياب، اللي احنا عندنا الزينه ثلاث انواع بالمناسبه، زينه مكتسبه او خلقيه ربنا تبارك وتعالى زي العلم والاعتقادات، حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وعندي زينه ثانيه اسمها زينه بدنيه زي القوه مثلا، واخد بال حضرتك؟ يبقى الزينه الاولى النفسيه زي العلم والاعتقاد، القوه بيتفاخر بقوته وما الى ذلك، زينه زي مثلا فخرج على قومه فين؟ في زينته زي قارون، واخد بال حضرتك؟ وعندي الزينه بقى اللي هي اللي المراه بتحطها مثلا اللي هي الزياده على الاصل، زي الكحل، زي الاصباغ، زي الثياب، بتلبس ثياب جميله، فالمرأة هل ينفع تصلي؟ اه طبعا ده ينفع تصلي ومفيش مشكلة، ومحدش اصلا تكلم في القضية دي، يعني محدش اصلا تكلم ان المرأة لو مكتحلة مثلا ينفع تصلي ولا ما تصليش، يعني مش من شروط صحة الصلاة المسألة دي خالص على الإطلاق، لكن هو الأصل قضية الايه، ان هو ما يكونش فيه حائل ما تمام بين طبعا الماء وبين الأعضاء المخصوصة. تمام. انما الزينة في حد ذاتها بقى هي دي القصة الأكبر اللي كل الناس يعني بتتحدث فيها كأنها هي الإثم، يعني نأخذ بالأيسر ما لم يكن إثما فهو طول الوقت نحن متهمين بفعل الإثم، إذا ما يعني إيه اتحطينا في فكرة إنه السيدات ممكن تحط شوية أصباغ يعني على وشها. أنا هسمع من حضرتك الإجابة بعد فاصل قصير. رجعنا لكم مشاهدينا، فضيلة الشيخ أحمد المالكي، الزينة دايما متهمين باننا يعني بنعمل اسم كبير، وهو اننا نتزين واحنا نازلين رايحين فرح، رايحين الشغل، رايحين كده يعني، فهل هو اسم؟ تعالي نأصل بعض القواعد سريعا كده. معنى الزينه اللي هي او جايه من التزيين اللي هو التحسين والجمال. تمام. وبعدين عندي احاديث كده ان الله جميل يحب الجمال. فده من بعض الادله. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. يعني ايه دي الايه دي؟ يعني ايه ينشأ في الحليه؟ اللي هو الانسان انت عارفه البنوته وهي صغيره كده، بيبقى من الفطره بتاعتها اللي هي تحب تقف قدام المرايه، تلبس الاسوره، تلبس حاجه، فهي دي طبيعه، يعني دي طبيعه بتبقى موجوده فين؟ في الانسان، اللي هو والمراه نفسها زينه. تمام. وهي تحب التزين. لو نرجع بقى للاصل بقى، القران الكريم حكى قصه الزينه دي، محور ده كان ادم وحواء، ما تاكلوش من الشجره دي، اكلوا من الشجره خلاص، فبدت لهما سوءاتهما، فبدا بقى فطفقا يخصفان عليهما من ورق الايه؟ الجنة. والله عز وجل قال: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبعدين قال الله عز وجل: انزلنا عليكم لباسا وريشا. الريش هنا بقى عارفه الريش اللي هو ايه؟ اللي هو حاجه تزين اللباس. ريش الطير. الطير اللي من غير ريش بيبقى قبيح، لكن لما يبقى الريش بيقول لك الله شوف منظره جميل، كذلك الامر. فاللباس هنا معناه ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فقال اللباس هنا بمعناه ان هو بيقصد به الحسن، اللي هو يبدا الانسان يتجمل به ويتزين يتزين به. فدي القصه. لما نيجي بقى عند الفراعنه قديما، نيجي بقى نأصل المساله كده، نلاقي ان ملوك مصر زمان كان عندهم قضية الزينة، يعني بعض العلماء الآثار وجدوا في قبور الفراعنة اللي هي زي الأصباغ، زي الألوان، زي كده اللي كان بتبدأ المرأة تتزين تتزين بيها. والكلام ده كلموا على نفرتيتي، على كليوباترا اللي هي حكمت سنة 50 قبل الميلاد، إلى آخر الكلام ده. وبعدين جه عصر بقى الإسلام فبدأ يضبط المسألة دي في شوية قواعد كده، فبيقول والله أول حاجة إن الزينة دي ما تكونش حرام. طيب خلاص احنا مقتنعين بده، لا ضرر ولا ضرار، ما تكونش ضاره،
مين اللي هيقول لي ضرر ومش ضرر؟ ما تكونش حرام بمعنى ايه؟ ما هي دي كلمه مش فاهمه. يعني ما تكونش حرام، ما ينفعش ان انا اعمل استخدم زينه بشيء فيها حرام، زي مثلا مواد نجسه. واخده بال حضرتك؟ فدي هتبقى حرام. طيب اتنين، ما ينفعش تكون فيها ضرر. مين اللي يقول لي الضرر؟ مش انا، ده فاسالوا اهل الذكر. مين اهل الذكر؟ اللي هم الاطباء. فيقولوا والله خلي بالك ده بيبقى فيه ضرر. فما ينفعش استخدام الضرر. ماشي. ده الامر الثالث بيقول الا يكون فيه اسراف. الزينه مباحه. صح كده. عندي حاجه تانية، الزينه مباحه بمعنى ايه؟ الزينه مباحه جبتها يعني هي منين؟ الاصل انها مباحه. جبتها منين؟ جبتها منين؟ ده القران اللي قال كل الايات اللي انا ذكرتها، هو معناها التحسين والجمال. ان الله جميل يحب الجمال، فده الاصل ان هو الزينه مباح، خذوا زينتكم. واخده بال حضرتك؟ طيب والايه القرانيه بتاعه اللي هي والله يضربن بخمورهن، كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فيقال انه ما ظهر منها دي مش معناها الوجه والكفين، مش معناها كده. طيب هو عندي الايه دي، الايه دي ذكرت زينتين اتنين، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر، فدي الزينه الظاهره. وعندي ولا يبدين زينتهن الا، وذكرت 12 صنف. 12 صنف اللي هي الزينه الخفيه يعني. ودي تختلف من انسان لاخر. لكن خلينا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر. يعني ايه يبدين؟ يعني في زينه ظاهره. لا ما احنا عاوزين نفهم يعني ايه يبدين. يعني يظهرن. ايوه يظهرن. ولا يظهرن زينتهن الا ايه؟ الا الشيء الظاهر. يبقى في اصلا شيء ظاهر. طب ايه الشيء الظاهر؟ قال لك العرف كان بيقول ايه؟ فوجدنا بقى كلام السلف رضي الله عنهم وراي الجمهور اللي هو الوجه والكفين. الوجه والايه؟ والكفين. والكفين. فالضمير هنا الا ما ظهر منها، يبقى ده الاصل، الاصل ان الوجه والكفين ظاهر. فيجوز فيهم الزينه؟ ما انا هقول لحضرتك، يبقى الا ما ظهر منها، يبقى تبدي، يجوز للمراه ابداء الزينه اللي موجوده في الاصل ده. طب هو ايه؟ فقال لك الكحل والخاتم والاساور وما الى ذلك. واخد بقى؟ وده مروي عن ابن عباس وعن غيره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وبذلك اخذ جمهور الفقهاء رضي الله عنه. يبقى ده مين اللي قال الكلام ده؟ اصلي الوجه هو ظاهر. الوجه ظاهر، فاباح الله اللي هو خلاص هو ده اصل. لكن اباح الله عز وجل اظهار ايه؟ الزينه اللي موجوده في الاصل. ايه الزينه اللي موجوده في الاصل؟ الجمال الرباني مثلا، ولا ابن عباس قال الكحل. ده الميك اب اللي كان موجود ايام ابن عباس. ابن عباس قال الكلام ده. وعلى فكره المساله فيها يعني قولان، عشان بس الامانه العلميه يعني. بعض العلماء اللي هم قال لك لا ده الزينه الا ما ظهر منها، مقصود بيها الزينه اللي موجوده في الثياب. الزينه اللي موجوده في الثياب، فيجوز للمراه اللي هي تظهر الكلام ده. لكن راي الجمهور ايه؟ راي الجمهور بيقولوا يا جماعه الزينه اللي هي موجوده في الوجه والايه؟ والكفين. واخده بال حضرتك؟ طب كويس والله ان هم اعترفوا انه في زينه في الثياب، لان هم برضو في ناس بتطلع تقول لك لا ما ينفعش زينه في الثياب اصلا، والبسوا اسود في اسود. اولا انا لا يوجد فيما يحضرني يعني في ناس توقفنا، هو انت لابسه احمر ليه؟ انت لابسه اخضر ليه؟ لا لازم البسي اسود. ده بالعكس، ده الاحمر ده لما سيدنا عمر بن الخطاب شاف بعض الرجال بيلبسوا الثياب الحمراء، نهى الرجال عن اللبس وقال هذا لا يكون الا للنساء. طيب يبقى انا الحمد لله. فقضيه حكايه الالوان اصلا انا لم يرد فيما يحضرني والله اعلم دليل في السنه لتحريم الالوان في قضيه الالوان. خالص. طيب. نهائي. طيب.